حط الليمون في الغسالة، اهو ده بقى اللي يتقال عليه اختراع يا كوتش. بجد الفكرة دي جميلة جدا، والفيديو كله مليان افكار جميلة جدا هتعجبك بإذن الله. يلا نشوف اول فكرة معانا ايه. طلعتي بقى من الفريزر بانيه او فراخ وعايزاه بقى يسيح معاكي على طول كده ويفك معاكي، هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتبداي كده تجيبي اي حل عندك وهتدفيها بس على النار تبقى دافيه كده معاكي، وهتحطي جواها الكيس اللي انت عايزاه يسيح، وهتغطي طبعا الحله وهتسيبيها لمده نص ساعه، هتلاقيها بقى فكت معاكي وبقت زي الفل. جربيها بقى وهتدعي لي عليها. هتجيبي بقى من كل حاجه بخمسة جنيه من الفلفل الاسود والكمون، بس اهم حاجه يكونوا حسن. وهجيب كمان بخمسة جنيه كزبرة حصى وخمسة جنيه كركم، ومعايا كمان بخمسة من البابريكا، يعني كل حاجة بخمسة جنيه. ومعايا كمان ورق لوري وورد، الكيس ده كله برضو كان بخمسة جنيه. بصراحة مفيش أسهل من كده، يعني أي توابل بتحبيها جيبيها وحطيها. ومعايا كمان ستة من القرنفل وستة من الحبهان. أتمنى بقى لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تنوريني وتدوسي اللايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. وهرفعهم بقى على النار لحد كده ما يتحمصوا معانا، ما يتحرقوش، لا يدونا كده ريحة التحميصة الجميلة. وقلبي بقى كويس جدا كده، أحلى حاجة تعملي كده التوابل بإيدك، أحلى طبعا ما تشتريها ناعمة من عند العطار. يعني أنت كده لو جبتي من كل حاجة بخمسة جنيه زي ما أنا ما بعمل، هتعملي أحلى توابل وهتعملي كمان كمية رهيبة. كده اتحمصوا معايا وبقوا تمام. عايزه اقول لكم بقى ريحتهم تحفه جدا. هسيبهم بقى لحد كده ما يبردوا معايا تماما. اول بقى ما يبردوا كده هتجيبي بقى المطحنه بتاعه الخلاط وبداي كده حطي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس اهم حاجه كده ما تكتريش عشان يطحن معاكي بمنتهى السهوله. واضربي بقى التوابل كويس جدا لحد ما يوصلوا للنتيجه اللي انتوا شايفينها دي، اتطحنوا كده كويس جدا مع بعض. كده خلصت الكميه معايا كلها، شايفين بقى ما شاء الله لون التوابل، وعايزه اقول لكم بجد ريحتها تحفه. هاتي بقى اي برطمان كده عندك، وطبعا تكوني غسلاه كويس جدا ومعقماه ومنشفاه كويس جدا من الميه، وتحطي بقى فيها التوابل بتاعتنا الجميله دي، او ممكن كيس مفيش اي مشكله خالص. وبالشكل ده بقى عملتي احلى توابل، شايفين بقى ما شاء الله كيلو من التوابل بطريقه سهله وبسيطه جدا، وطبعا بقى ينفع في خلطه كده محشي او كبده او سجق، يعني اي حاجه شغال. اتمنى بقى لو الفيديو عجبك ووصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. ان شاء الله بقى تجربي طريقه التوابل ديت وتعجبك جدا، واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. حل مشكله الدبله او الخاتم لما يكونوا ضيقين عليكي بالشكل اللي انت شايفاه ده ومش عارفه بقى تطلعيه وتدخليه، هنعمل بقى فكره سهله وبسيطه جدا. هتجيبي بقى السلوتيب الرفيع او العريض مفيش اي مشكله خالص، وابداي كده لفيه على صباعك بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وهتبتدي بقى تجيبي الفازلين وهتاخدي منه سنه صغيره وهتحطيه على صباعك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او ممكن زيت، يعني اي حاجه متوفره تمام. شايفين بقى مفيش اسهل من كده، الدبله هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. ان شاء الله تجربي الطريقه ديت وتعجبك جدا، واتمنى بقى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد، واتمنى بقى تنوريني وتدوسي اللايك ومتابعه عشان يوصل لكل جديد باذن الله. تعالي بقى اقول لك يا ست الكل، لو عندك كده المكنسه بتاعتك جديده بقى او قديمه وعندك بقى المكان اللي انتوا شايفينه ده هتلاقيه بقى في اي مكنسه، قومي كده شوفي في مكنستك هتلاقيها. طب ايه بقى هي فايدتها؟ فايدتها طبعا لما تيجي بقى بتخلصي كده وتكنسي بالمكنسه طبعا بتحتاري بقى تحطي العصايه بتاعتها فين، تفضل تتزحلق معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنعمل بقى الفكره ديت بسيطه جدا، هتجيبي بقى العصايه بتاعتها وهتحطيها بقى في المكان اللي انتوا شايفينه دوت، وبالشكل ده بقت في مكانها الصح. جربيها بقى وهتعجبك جدا، واتمنى بقى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد، اتمنى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. اول كده ما معجون الاسنان يفضى معاكي اوعي بقى ترميهم، هنعمل بقى فكره اختراع بجد جميله جدا، بدل ما نرميهم لا هنستفاد بيهم. هتبداي كده تجيبي المقص وهتعملي بقى فتحات صغيره جدا بالشكل اللي انت شايفاه دوت. شايفه بقى كميه المعجون اللي كنت هترميها؟ طب وعلى ايه استفادي كده بيها بدل ما ترميها؟ وهتروحي بقى على الكومبينيشن وهتحطيها بقى جوه الميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهترشي بقى الميه هينزل لك فيها المعجون، هيخلي بقى ريحه القعده حلوه جدا وهينضفها لك بقى بمنتهى السهوله. بجد فكره المعجون هنا جميله جدا، يعني بدل ما نرميه استفدنا بيه، وبالشكل ده هتخلي حمامك بقى ريحته حلوه طول الوقت. ان شاء الله تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى لو اول مره تشوفي صفحتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله باذن الله. تعالي بقى اقول لك ازاي تخزني معاكي الملوخيه من غير بقى ولا فريزر ولا ثلاجه. طبعا في ناس كتير جدا بتحب الملوخيه بس مش بتحب تخزنها عشان خاطر بتغير لونها وطعمها. وجبت بقى الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها وب 10 جنيه، هي ارخص حاجه في السوق، ممكن تزودي الكميه او تقللي براحتك خالص. وهتجيبي بقى المقص وهتبداي بقى تقصي الرابطه كده بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بدل ما تقرطفي الملوخيه معاكي واحده واحده لا جمعيهم كده وقرطفيها وسيبي بقى الجزء ده فيها، هيخلي الملوخيه بتاعتك ليها عرق وطعمها زي العسل، وطبعا بينجز معاكي الوقت بدل ما تقرطفيها كده واحده واحده. هتاخدي بقى الملوخيه وتغسليها بقى كويس جدا تحت الحنفيه 4-5 مرات كده عشان اي طينه تطلع منها.
تالت غسله بقى معايا هضيف ربع كوبايه من الخل، واغسلي بقى الملوخيه معاكي كويس جدا، لازما كده الخضار والفاكهه تغسليهم بالخل عشان يقتل اي جراثيم او بكتيريا ويطهر كمان معاكي الفاكهه والخضار. واخر غسله بقى معايا هضيف كده معلقتين كبار من السكر ودوبيهم بقى في الميه، واغسلي بقى الملوخيه معاكي كويس جدا بالميه ام سكر. عايزه اقول لك بقى هتاكلي احلى ملوخيه اكنك كده جايباها من اسوان بالظبط، هتبقى طعمها زي العسل معاكي. الخطوه دي بقى مهمه جدا، ابداي كده اعصري معاكي الملوخيه كويس جدا عشان ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه خالص. هاتي بقى اكبر صينيه وحطي بقى عليها الملوخيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتسيبيها بقى لحد ما تتهوى معاكي تماما كده بعد ما عدى عليها يوم وتهوت معايا تماما، وهتسيبيها برضو لحد ما تنشف معاكي خالص. وبعد 4 ايام هتلاقيها بقى نشفت معاكي خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين بقى بتتفرك معايا بمنتهى السهوله. هبتدي بقى افرك كده الملوخيه معايا كويس جدا، او ممكن كمان لو عندك كبه هتبقى اريح ليكي بكتير، هتحطيهم كده كلهم في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتتضرب معاكي بمنتهى السهوله بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى ما شاء الله خضره جدا معايا ازاي، وعايزه اقول لكم بقى ريحتها تحفه. وهاتي بقى منخل، لو ما عندكيش منخل هاتي كده اي مصفه، وابداي بقى حطي فيها الملوخيه معاكي بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وهتبداي بقى تنخلي معاكي الملوخيه كويس جدا كده. اتنخلت معايا وبقت تمام كده، تبقى جاهزه بقى معاكي على طول على الاكل، وهتاكلي بقى احلى ملوخيه اسواني. كفايه بقى اللي انت عاملاها كده بايديكي، انضف واحلى من بره بكتير، وهتطلع بقى معاكي مسكره وطعمها تحفه. ان شاء الله هتجربيها وهتدعيلي عليها. واتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. وهاتي بقى اي كده برطمان عندك او كيس زي ما تحبي، وهتبداي بقى تحطي فيها الملوخيه بتاعتك الجميله ديت. وطبعا بقى تحفظيها بره الثلاجه او جوه الثلاجه مش هتفرق، مش هيجرى لها اي حاجه. ان شاء الله تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتعملي اللايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. هتجيبي بقى ليمونتين ثلاثه وهتقسميهم معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتحطيهم جوه الشراب، واربطي بقى الشراب معاكي كويس جدا، وهتحطي بقى الشراب في وسط الهدوم طبعا وهي بتتغسل. عايزه اقول لك بقى هتنضف معاكي بمنتهى السهوله، واي بقع بقى في الهدوم البيضاء او مثلا الالوان هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. الليمون هنا اختراع بجد في النظافه، هيخليه لك ريحته حلوه جدا وهيشيل لك بقى اصعب البقع. جربي الفكره ديت وهتدعي لي عليها. واتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. الفكره دي بقى جميله جدا، لو كده عملتي بيض في الطاسات بتاعتك وريحتها كده زفره وما بتروحش خالص، هتجيبي بقى نص ليمونه وهتبداي كده بقى تدعكي فيها كويس جدا، هتلاقي بقى الريحه راحت بمنتهى السهوله. طبعا الليمون حلو جدا في التنظيف وهيضيع لك بقى اي روايح زفره طبعا في الطاسات بتاعتك. لو عجبتك بقى الفكره اتمنى تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. الفيديو النهارده بقى هيعجبك جدا، ازاي بقى تشحني تليفونك من غير شاحن لو انت بقى مسافره او رايحه مشوار ومستعجله كده وعايزه التليفون يشحن معاكي على طول. طبعا التليفون معايا هنا بقى مشحون لحد 37% بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى نخش على الاعدادات بتاعه التليفون نفسها، هتنزلي بقى لحد كده ما تلاقي كلمه الاعدادات الاضافيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتضغطي عليها وبعد كده هتنزلي وهتضغطي برده على كلمه خيارات المطور، هتنزلي برده لحد ما تلاقي كلمه الوضع التجريبي، هتبداي كده تضغطي عليها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هيكتب لك بقى في الوضع التجريبي سيتم ايقاف الساعه في شريط الحاله، المهم يعني دوسي على كلمه تشغيل. وبالشكل ده بقى التليفون شحن معايا وبقى 100%، بصراحه ما فيش احلى من كده، ولا شاحن بقى ولا كهرباء ولا تشيلي هم كده، التليفون يفصل معاكي خالص. ولو ما لقيتيش بقى عندك كلمه خيارات المطور هتخش كده على كلمه حول الهاتف، هتضغطي بقى على كلمه الاصدار 3 مرات، وبالشكل ده بقى هتلاقي كلمه خيارات المطور. وبالشكل ده بقى خلينا التليفون معايا 100% بدون شاحن. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. لو عندك بقى المكنه البراون او اي مكنه عموما وبتضعف بقى معاكي كده وما بتشيلش الشعر كويس، هنعمل بقى فكره حلوه جدا عشان كمان الترانس معاكي ما يسخنش كده ويضعف المكنه معاكي وانت بتستخدميها، وهنعمل بقى افكار جميله جدا في الفيديو هتعجبك باذن الله. يلا بينا بقى نشوف اول فكره معانا ايه. هجيب بقى المكنه وهبدا كده اضغط على الزرارين من على الجنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتلاقي بقى الراس نفسها بتاعت المكنه طلعت معاكي بمنتهى السهوله، وبيبقى فيه بقى شعر طبعا مطرح الراس اللي احنا شلناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى الفرشه بتاعت المكنه نفسها، بتبقى معاها كده فرشه او اي فرشه عندك، وابداي بقى طلعي كده الشعر بالفرشه بمنتهى السهوله هيطلع معاكي. طبعا هنا بقى الشعر اللي بيبقى مسدود دوت طبعا بيأثر جدا على المكنه نفسها وبتبقى ضعيفه جدا معاكي كده، والترانس معاكي يسخن على طول. هننضف كمان الراس، شايفين بقى كميه الشعر اللي بتبقى موجوده، هننضفها بقى معانا بمنتهى السهوله، ولازما كمان ننضف بقى الملاقيط نفسها.
نبتدي بقى نشغل المكنه وهي شغاله بقى كده بالفرشه. نضفي بقى الملقط معاكي كويس جدا، هينضف معاكي بمنتهى السهوله. شايفين بقى كميه الشعر اللي بتطلع؟ بصراحه ما فيش اسهل من كده. لازم كده تنضفي المكنه كل فتره كده عشان خاطر المكنه نفسها ما تضعفش معاكي. طبعا بتضعف من كتر كميه الشعر اللي بتبقى مركونه جوه المكنه. كده نضفناها وخليناها زي الفل معانا. شايفين بقى ما فيش اسهل من كده. انت بتستخدمي بقى المكنه والترانس كده سخن معاكي وتخافي بقى لا يتحرق معاكي. هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتجيبي بقى المكنه وتحطيها في الفريزر لمده كده 5 دقائق بالظبط. عايزه اقول لك بقى المكنه هنا الموتور نفسه بتاع المكنه هيبرد معاكي تماما، مش هيبقى سخن بقى معاكي وتخافي كده لا يتحرق معاكي. اول كده ما يسخن معاكي اعملي بقى الفكره ديت، هتعجبك جدا. الموتور كده معاكي هيبرد تماما. وبالشكل ده بقى نضفنا معانا المكنه وخليناها زي الفل من بره ومن جوه، ونضفنا كده الملاقيط معانا وما بقاش فيها اي شعر، وكمان حلينا موضوع الترانس. لو سخن معاكي اعملي بقى فكره الفريزر ديت وهتدعي لي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هنعمل احلى تتبيله للفراخ. معايا هنا معلقه كبيره من الملح ومن كل حاجه معلقه صغيره من هريسه الشطه، وعندي كمان بابريكا عشان تدينا لون حلو للفراخ، ومعايا كمان هنا كركم وكاري وتوم باودر وفلفل اسود، وهنزل بيهم كلهم كده، وهنزل كمان بمعلقتين كبار من الزيت، وهقلب بقى كله كده مع بعض. شايفين بقى لون البابريكا بتدينا لون حلو جدا للفراخ، وطبعا الفراخ مغسوله كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى التتبيله دي خطيره، التوابل كده مع الزيت مع هريسه الشطه او الدقه بتدي طعم تحفه بصراحه. شايفين بقى جمال الفراخ؟ بجد احلى تتبيله ممكن تعمليها. تنفع بقى مندي، تنفع تحطيها كده في صينيه وتحطيها في الفرن، بجد تحفه. جربيها وهتدعي لي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.